بسم الله. إن الحمد لله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وأهلها. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتك أدب موضوع كلمة ذو وحويان، كيف يمكن للشباب أن يؤدوا دورهم في المجتمع، في إصلاح المجتمع؟ لأن يرد سيديبي وسور قلت هاي، أما سيديبا متخن دورك أي كقاضين يعني مجتمع هجاتين تيس. لأن يرد يجب على الربا إن المجتمع هجاتيان. لكن مسألة هي ذا أما باب كاس وحين إنه متخن ناقص وقاضي عناوين كوكبن. مركو جوهر يسوي حن لأن هاي مجتمع شباب كمركو دالنا يه قفك صور دالنا يرى مركو دالنا يه وحو دالنا يه فطردي إسلامي جاهد أسوق إلهي يقانا وأن قال لي ما هي الدين حما من أنا قانون مركل بعض وح نسوق هذا الدونا إن شاء الله نقصوق قابين دونا لأن يردوا وح وين لفدبر تأمد كسته وهدي هجاكتو ونا مجتمع هجاجي هدي حماتنا وحماني ومركز الدحاد لأن يردوا متقنا وح وين وح أهان شيران كوي دعوة هذه الشير متقنا ummada marka ilaahay u soo diray rasuul dhalinyarada ayaa qaadi jiray daacwada oo rasuulka ka qaadi jiray ya ka mas'uula dhalinyaradu markay xumaadaan su'aal ba meesh ku jirtay yadana ma marka waa in marka xal la helo dii mushkilada dhalinyaradu ay qareebanto sidii mataqaana muxuu aha xal mataqaana mujtamaa ku hagaago in la helo way mowduucdan ka hadli doona waa kuwaas iyo kuwa aan ka fogeyn kelmadeena ka hadli doona إلهي سبحانه رسولك وحده عليه الصلاة والسلام حديث صحيح وحده كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه الحديث حديث كما عنه سواحه ويولا لي قف كان لن يرد أما إلمها مركة أو لن يو مركة صبح هو يدي كصدعه واحد مودا إنه صورة عيا أصقه ورقد عاد قعنت كوسته ومركا يدونه يا ورقدا إن لوجود يجو ولا بدي سوالف يجود دكان وحين مركا أيجو أيدونه يا وخيرة أما شرعة أما أوجهيان جهادي أيدونه يا إنه أوجهيستو يجا مركا كت تصرف يا أوجهينا جهادي ربان أوجهيدين يا وصدي ربان كده يا مركا حديث كحديثان كفهم إنه هدي أي مطلبة والد أي يهود يهين إلمها يهودي بكرجية هدي كريستن يهين أيجا كريستن كرجية هدي يهين كوا مجوس تدب كعبودنا مركات دب عبود بإلمه يرا كرجية هدي شوع يهين الشوع بكرجية هدي يهين قف مسلمة أم ضد مسلمين لكن قلوا عن ودين تسيق قلدن وفهمي أما منحرفين منحرفين بمركات كرجية وهكذا هديهن لبا مسلمين والصالحين هو يدي أبوه المها مركا وحي وحفظيان فترة دي إسلامي قاهد إلهي كسا أبو ري تبين دي المهي مركا صالح بنغني لين عكرا مركا لورغو
wuxuu ilmuhu soo dhalanaya asagoo aan shirki gaalnimo aqoonin, asagoon zina aqoonin, asagoon dadka xaq darro lagu dilayn xaq darro dadka lagu laayo aqoonin, asagoon ribada aqoonin sida loola dhaqmo riba aqoonin, asagoon tuuga aqoonin, asagoon fisqi aqoonin, asagoon khiyaamo aqoonin, asagoon dhagar aqoonin, asagoon been aqoonin, asagoo ballan laga baxo aqoonin, asagoon aqoonin khamri la cabo iyo mukhadiraad la cuno aan mataqaana aqoonin, asagoon mataqaana xuquuqul waalidayn aqoonin, asagoon aqoonin dadka in lagu xadgudbo xuquuqdooda iyo acraadooda sharaftooda. Marka sidaa darteed ilmuhu wuxuu soo dhanay asagoo intaa midna aqoonino nadiifa oo fidradii Ilaahay ku soo abuuray nadiifta ahayd mataqaanaa ku sugan ayuu imanaya. sidaa darteed min huna yaatii dawr alwaalidayn. marka halkaasaa marka waxaa imanaya labada waalid wixii mataqaanaa muxuu ahaa ilmaha kala gudboona. marka laba midkood weeyaan inay waalidiintaasu ilmihii u xafidaan fidradii Ilaahay ku soo abuuray nadiifta ahayd intaa aan soo sheegno dhan midna aanahay, iyo inay iyagu qaribaan ama ogaan ha u qaribeen ama jaahilnimo darteed ha u qalibeen. walidaalika ayaa nebigu calayhi isalaam wasalaam aakhir xadiis wuxuu ku odhanayaa kamaa tuntaju lbahiimatu bahiimatan jamcaa fahal tarawna fiiha min jadcaa antum tajdacuunaha. macnaha wuxuu leeyahay ilmuhu wuxuu soo dhalanayaa fidrada nadiifta ayuu ku soo dhalanaya, macnaha sidaan soo sheegaynay isagoon gaalnimo aqoon, isagoon been aqoon, isagoon khiyaamo aqoon, isagoon mataqaan dhac iyo boobi wax xumaan dhan isagoo aqoon buu soo dhalanaya. sida neefka xoolaha ah markuu soo dhasho isagoo dhagihiisii qaba ayuu soo dhashaa, laakiin dadka qaar baa ilmaha markaywaxaruu soo dhashaan ama ridu soo ilmaha dhasho mataqaan dhagaha ka gooya ama ka jeexjeexa sidaasoo kale weeye. walidaalika abu hureyra marka xadiiskaa dadka u sheegaya wuxuu yidhi iqra'uu in shi'tum qawlahu tacaala fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illah dalika addiin alqayim walaakina akthara annaasi laa yaclamuun. waa fitradii Ilaahay dadka ku abuuray oo aan khalqi ilaah wax bedelayaa jirin, waana diintii sax ahayd ee toosnayd inkastoon dadku siday u badan yihiin garanay. sidaa darteed walaalayaal, islaamkeennu wuxuu dusha ka saarayaa labada waalid, islaamkeennu wuxuu dusha ka saarayaa labada waalid inay ilmahaas u xafidaan fidrada iyadaan soo sheegnay, iyo nadaafadda caynkaa soo gal, iyo wanaagga Ilaahay Rasuulkuba ay sheegeen ilmaha mataqaanaa inuu u xafido siduu mujtamacii markaa u dhex galo isagoo nadiifa oo wanaagsan. marka caynkaas noqoto ee qoys waluba mataqaanaa muxuu ahaa ilmahoodii sidaa u soo barbaariyo, halkaa waxaa ka soo dhalanaya markaa mujtamac wanaagsan oo saalix. culimmadeenni dacwada waxay odhan jireen dacwada aynu dadka u sheegayno waxaan uga jeednaa buu yidhi afar marxaladood inay soo marto. waxa la yidhaahdo ijaadu fardin saalix uma ijaadu fardin usratin saalixa uma ijaadu mujtamacin saalix wamin huna taatii addowlat asaalix. macnaha waxa weeyaan waalidka waxa dushiisa ah ama dadka mataqan ducaada ah in la sameeyo afraad saalixiina, gabdho wanaagsan oo ilaahay yaqaana iyo wiilal wanaagsan oo ilaahay yaqaana. marka gabdhaha iyo wiilasha ilaahay yaqaana marka la rabeeyo ee diinta lagu rabeeyo inay markaa iyaguna ay isguursadaano qoysas wanaagsan ay markaa halkaa ka sameeyaan, qoysaska wanaagsan iyaguna markaa ay duriyadu wanaagsan oo saalixiina dhalaan, dabadeed duriyadaas ay noqoto mujtamacin bulshadii wanaagsanayd dowladdii saalixadna marka halkaa ay ka soo dhalato. sidaa darteed ayaynu arkaynaa walaalayaal, haddii ay dhallinyaradu wanaagsanaato mujtamacu wuu wanaagsanaanaya, haddii dhallinyaradu xumaatana mujtamacu wuu xumaanaya. sidoo kale waxaan arkaynaa dhallinyaradu inay yihiin lafdhabarkii ummad kasta, wanaaggooda ay wanaagsanaadaan ayaa ummaddoo dhan ay wanaagsanaanaysa, qallooca ay qalloocdaanna ummaddoo dhan baa qalloocanaysa. saas waxay ku dhacday fil waluba, fil waluba wuxuu matalayaa wixii dadkii ayaga ka horreeyey, wuxuuna jeexayaa kuwa kasoo kuwa jiilka soo socda ama filka soo socda ayuu u jeexayaa khadkii uu mari lahaa. haddii markaa filka markaa jooga
أو ضدكي متغانا كهرية كمتلو مثلا دو ونكسن أو بوشي ونكسن كمتلو أو خير كسو قوريو ضدك إيجا كدن بياف مركا فيلكا مجيلكا إيجونا إيجا يكود دين يان مجتمع عاس مركا وقتي قاد شوغانا أو ونكسنان يا كسو سعدان أو ونكسنان يا لكن هذي بالعكس فيلك إيجا كهرية حمان كمتلا أو إيجا ضدك رضو ونكسنا ها إيجا أي حمان سميان أو توغ من توغ النقدان أو خائنين نقدان أو بين الليل نقدان أو أيدات كدلان أو خمر عبان أو دراجات عمان أو أي والدين تعاسي كل نقدان في مجتمع أمريكا كذا ما ينا أمريكا أيجا أيو كذا ينا يا ويان سيدا درت تبع مجتمع يبعد لأن أمريكا أو خريم يا أعداد كبا خريم يا عقائد كبا خريم يا مجتمع عنا أمريكا ما تغنك خريم يا سيدا درت يد ولا ليا waxa haboon hadeen waalidiinta nahay hadeen ducada nahay hadeen odayaalka nahay hadeen wax garadkiya mutaalimiinta nahay waxa inagu waajiba inaynu xoog saarno dhalinyarada fiilka soo koraya oo dhalinyarada ma taqaana sidii loo hagaajin laha oo loo rabeyn laha tarbiya islaamiya wanaagsan inta ayna mujtamaa u bixinba تأين مجتمع وبحن قرق الحديثة تربية ونكسين نقول ربي وحن حصوصا نهي أوقف كي قرآن كأخرية أو كأركية أوقف كي تاريخ دي الإسلام كأخرية أما تاريخ دي دين تاريخ دي ديمها أخرية أو قرانية إن دلن يرو أهان شرين طبقة دي هد إيا شاربا حق أهي لنشرتي ودعوات كي رسول كالداع متغانا أي رسول شدتك وحقوية ريين كوي أهي لنشري أي أهاي كوي عدوانك يا الظلمك يا متخن حق درده يسور تاجي كر أي هاين لأن يرضى يا دعوات الرسل يا دعوات الدعاة أي كن نجح كرتي مقدية يا ظلمات كي كفر يا قال لم الدين حمد يا أخلاق حمدنا أي كبا أبي كرتي فمثلا إلى سبحانه وتعالى مركو النجش كين يقصدي نبي النوح إلى يوحى فقال الملأ الذين من قومه ما نراك ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلون بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قل ذي كسهر جتي نبي النوح أي أمرك أركان من دل يراه أو راعي نبي أو أيدي يقرب كيس تاغن أي إذا هذين أنه ذاتك كراعي وذات نفل وما أرقنه وذيال كي لا متغانا هيرو لهان جرين هي مدح رقم يدي هي ذاتك تجارتها مال قبين كاها كما يرعن تدس كذا لين يروا مساكين أياك الراعي محانو مركا كارها على بالي نبي موسى مركو ينقش كين يدك الراعي إله سبحانه وتعالى وحيد فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم موسى ذاتك رميي وحيا هاي نيجون ضد اللي يراه وقوم كيسي أسجى وكب غنى فرعون يولي برهك كذا شيء نفتي سوي مركو إلهي نقص لكن أصحاب الكهف إلهي وحد سبحانه وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه أو إلى آلهة لولا يأتون بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وسيدا أي أشياء كينا يعني من كان اللي يرى ذا وأه إلى هاي كعبري وحي أهاي إني من اللي يرى وربي قد رمي إيمان أن أكرني قلبي قد حق أن كحرني قوم كودين مركب بري كنغضي خيرين إني إلى هاي هاي كي أدون كان عرك يروك وأبوري عدا أسقع هاي نعابود مين بيد هذا مركي قوم كودي ديدنا ساسي مركب متغانا أي كرد كرد حبحان إلهي سبحانه وتعالى نبي محمد الحكيري عليه الصلاة والسلام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين إلى سبحانه وتعالى مركي كحر لن يراه لأن نبي محمد عليه الصلاة والسلام دورك وهرية سد حديث سنة وهرية إيه إلى مدد بدد كرمية لأن يراه أنك أوين عمرك يسوع أفرتن شربها أنت كلا وكيراين دوري لباتن شر dowriyo sodon jir iyo in afartan jira intaas ahayn dhalinyarada ayn kaasa ee nabiga sallallahu alayhi wasallam uu rumeyay markay yiraahdeen odayaalkii quraysheed hadaanu doonayso inaan kula hadalno
dhalinyarada naga fogey bay yidhaahdeen. إلهي بأمرك أجواب إلهي وحده ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي هأريم باليدي تتكا لن يردى إي ربي قد رومي إي قلب إي الصبح بإلهي حصي يريدون وجهه إلهي وجه إيسا إي رضيه إيسا أي دونيا ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين حسابته ده إلهي با حسابيني أنا حسابته إلهي باكو حسابيني مركا هداد إريدو أداكو خساري إريم بو إلهي ظالمين تاتك من دغون السداد وحسوسا تين قصدي إنك دلن يرداها مؤمن كاها كهر يمي بغر كي ظالم كاها إله نمدى شكت كل جي محمل إن قصده وذا مقشان نم بغر أو يلي إله بانحي إله كرنا متشرو أنيقا كلي مويان samad garanin oo dadkii sida ku ogol yihiin waxa ilaahay u soo diray nin dhalinyaro oo mataqaana muxuu aha ka hor yimi ilaahay markuu dumay inuu diilan ilaahay kuma salidin ummadii oo dhan deel ku rayay ugu dambeeyti markii dumay boqorku inuu dilo aw dil kari waayay oo mar dooni saaro yidhi halaga tuuro mar rabuur kada ka saar halaga soo tuuray ee ilaahay sida ku dili waayay wuxuu gudha hadaa doonayso inaad idisho dadka oo dhan soo shiriyo banaanka isugu soo saar markii dibadda magaalada laga soo baxay ayuu yiri hadaba halka bal adama taqaan halka falaadhaad ay ga dhufo markaad idilaysana waxa tiraahda mataqaana muxuu aha ilaahi inan ka yar abuurtay ayaa rumeyay dhe markaas aad idili kartaa sidaas markaa mataqaana inanka yar ku dilay markaas magaaladii oo dhan أي إلهي رميين سبحانه وتعالى وحن لنا ولا ليا المركين دلن يرد كشيكينين وحن دونينا إن دلن يرد التربية مبكرة أو دك دك مركا لغو ربيو تربية لغو ربيو دلن يرد والدين تان الله ليا وحن دون إلمها إنت يري يريهين إن لغو ربيو إيقو عرور إله ذا لبرو عقيدة ذا لبرو إلهي أبورتي خالق أها إن لبرو إيقو يرير بل هذا مثال كده جيس سيدنا لقمان مركي إن كيس يرى وعديه ما تقوح لي يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إن كي يرى أبو عقيدة ذي بريئة سقوية نبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس ونن أن يرى وما تقانا قادت كن نبي صلى الله عليه وسلم كسارا وحكيري يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك جفت الصحف ورفعت الأقلام وحدني ويري وحد أغاتا إلهي أرت حفظ أوك حفظية معنى دينت إلهي حفظ إلهي نوك حفظية سمعت قرن هذا العيد وحويدي سنة يسوع الله ويديسو هذا العيد كعيد كالمي سنة يسوع الله كالمي يسوع أقول هذه أمة دعور إسقو كاتكتو أو أي دمعان إني وحي يركو تران كوما تركران إلا وحي الله كو غرمية هذه أمة إسقو كاتكتو دمعان إني دباتكو جيستان أون إلهي كو غرنة كوما جيسن كريان محايا لي ما تغنى صحفتي وحلو قري اللوح المحفوظ كا ويقل شيء قال يمكن كربا لو قاد وحا كم اذا ان المها مرك يريريهين عباده لو ربيو سيدا النبي يقول امروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر ان مدين عروتين مرك يريريهين تدبا جير مرك يغاران صلاه كو امر امر عاد كو امر مرك تدبا تمن جير غادن هدي تكون وايانا كو ادبي ايون سداس كل سونك waxa asxaabtu ma taqaanayeen oran jeer ilmaha markay yar yar yihiin ayay soomin jireen markay arkaan inay soonka xamili karaan markay ilmi waxa raba in cibaadada salaadii lagu rabeeyo markay war aqiyada lagu rabeeyo in ilaahay mooyaan cid kale la caabudaa jir rasuulka ilaahay xaq u leeyahay iyo xaq rasuulku leeyahay iyo xaq waalidku leeyahay xaq jiiraanku leeyahay xaq muslimiintu leeyahay xaq bini aadamku dhan uu leeyahay baa lagu soo rabeeyay cibaadadii markaas hadan la rabinayaado waxa lagu rabeynayaa mataan inuu salaada tukadaan markay yar yar yihiin oo soomaan intay soomi karayeen xataa maalinta barkeed baa noqotay waxa lagu rabeynayaa mataan deeqsinimada inay wax bixiyaan geesinimada
هذا على كورنيا أيال غربينية رنت أيال غربينية بلنت إني كبح لقبح بلنت ولا أوفيو إني ونكسنته لقبح أنا عيبته أيال غربيني وحال غربيني آداب الطعام سيدي عمر ابن أبي سلمة النبي عليه الصلاة والسلام يقول حلا عني أو حلا ذي حقا كعني حقا كعني وقعدت وكل يوحي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك أنت قعدت قبتيلي يريهو انتظر مركز بلابسه بسم الله ده كعنت ميدك تكبي لو انت كسوحك تعون وهكذا وحلقر لقور بين يا المها إن الصاحب ونكسي يشان وصاحب كحون عيال السجن هذا برأي إن ماذا إياه بلا بلا قر يبو ده ونكسنا الصالحين عروت متقن الله طرتو سيد النبي قلنا وشجع عليه السلام إنما مثل الجليس السوء والجليس إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تشتري وإما أن تبتاع منه شيئا وإما أن تجد منه ريحا طيبة معناه وحويان حامل نكت مسك وتاك صدح ويا إن أبغى كيب ستو يينو كسي يين أدقون كاشو والنافخ الكير كبو في ما أفوف يانا إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنا وحلو بهاي هاي إن لقول ربي إلمها سان سوشك إني أخلاق دو ونكسن وقران كيني يا حديث كيني بمتغاني نوشك إيو وعي كمي تهي قفك إنو روي خانو عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر إلى آخره رنت بمتغانا شاك بو إلى هاي لي أما النبي قول لي متغانا نحو هاي رنت شاك محاي رنت دريغة ونكسن بي كوه هنون نيس دريغة ونكسن اتشان دي وكوه هنون نيا قفك كمزولة إنو رنت شاك إيو إلى الله أكتي صلى الله قرر رمضان وإياكم والكذب وإياكم والكذب فإن متغان إسكداية بنت فإن الكذب يهدي إلى الفجور بنت حمام بيك وهنونيسا وإن الفجور يهدي إلى النار بنتنا وحيك وهنونيسا النار وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا قفوا كمزوليو إنه بين شيء أو كذا دالي إلا بين لك تلوغن waxa la doonayaa san soo sheegney in arruta lagu rabeeyo waalidiinta xaq ay leeyihiin waa tii wax ka soo yirtaabanay markaa waxa la baahanyahay calaamadka munaafiqiinta in ma laga fogaayo oo khiyaamada iyo mataqaana beenta iyo balanka baxa waxa arruta in xumin yihiin in la baro ayaa loo doonayaa waxa la doonayaa amaanada ilaalinteeda ilmaha in la baro waxa la doonayaa mataqaana in ilmaha mataqaana hadii la kuray iyagoo yar lagu soo barbaariyo wax alla iyo wixii mataqaana muxuu aha taqwada ilaahay lagu soo barbaariyo in ilaahay maqlayo arkayo in lagu soo barbaariyo sabarka in lagu soo barbaariyo wax alla iyo wixii qofka uu jannada ku galayo wixii cadaabka ku galayaan marka looga digo waqtigiiba igu yaraaday waan ka xumahay intaasana mataqaan soo gaabina billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد كلمة دينا وحيكو صاحب سنتها هاي سيدة عدركتين للي يرتا إيو وقتك فراقة ولكن للي يرتا كلية معها وقتك فراقة وحان كفا إيدي سن ee waa dad koodan dad badan ayaan ka faa'iideysan dhalinyaro iyo waayeel dad aqoon leh iyo dad aan aqoon lahayn intaba way ku jiraan waxaana ku tusinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri sida xadiiska bukhaari nicmataani maghbuunun fiihimaa kathiirun min annaas laba nicmo dad badan way ku dagmeen ama way ku khasaareen way ku hoogeen laba nicmo waaweyn oo dad badan ay haystaan ayay haddana ku hoogeen oo ku khasaareen adduunyada as-sihatu wal-faraad caafimaadka iyo waqtiga firaaqada uu qofku helo waqti firaaqahuna mashquul ahayn labada marka min annaas buu yiri dadku kathiirun min annaas kathiirun min annaas ka marka dumar baa gelay rag baa gelay culimaa gelays caammaa gelays cid walba ku dhallinyara ku jirta waayeela ku jira laakiin dhallinyaradu way u badan yihiin dad badan oo dhallinyaraha ayaa waqtigu kaga luba ilaahay subxaanahu wa tacaala waqtiga
iyo muhiimadiisa walaalayaal dadka muslimiintaas ay u dareenaan hadda caalamka waxa caam ka noqotay in la yiraahdo yaani waxa laga soo waarida waqtiga ilaalintiisa dhanka yaani galbeedka ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraan kariimka ah waqtiga uu ku dhaarto wal asr inna linsana la fi khusr wal layl washamsi waduhaaha ilaahay subxaanahu wa ta'ala waqtiga iyo ka faa'iidaysigiisa ayuu halkaa inooga tilmaamay waa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay qofka in lagu xisaabinayo waqtigiisa laa tazulu qadama cabdin yowma alqiyaama xataa yus'ala can arbacin afar ilaa la weydiiyo qofka yowma alqiyaama tallaabo ma rogayo xisaabta can shabaabihi fii maa bilaa dhallinyarada ugu horeysa waqtigaagii dhallinyaranimadii maxay ku dhammaato maxaa la dhallinyaranimadu waa waqtiga uu qofku ugu xoog badan yahay saddex marxalo buu bani aadamku maraa saddex heer buu maraa laba waa daciif waa tabardarro halna waa xoog waa halka dhallinyarada ah allaahu aladii khalaqakum min dacfin marka hore ilmaha yahay waa daciif tabardaran yahay uma jacala min bacdi dacfin quwa xoog dhallinyaranimada markuu gaaro bay yidhahda culamada ilaa afartanka uma jacala min bacdi quwatin dacfan wa shayba kadibna haddana wuu soo horaya oo wuu soo daciifayaa oo tabar yaraanayaa laba daciif buu marka u dhexaysaa dhallinyaradu saas baa iyaga xoogga loo saarayaa laakiin dadkao dhan waqtiga inay ka faa'iidaystaan weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala marka yowma alqiyaama nagu xisaabinayaa laa tazulu qadama cabdin yowma alqiyaama xataa yus'ala can arbacin qofka muslimkaayo taa og waqtigiisa kuma ciyaari karo mana lumin karo dadkii muslimiinta ahaa markay arrinkaa ogaayeen cimrigiisa muxuu ku dhammaynayaa qofku daqiiqadda ka baxaysa way ku xisaabtami jireen halka daqiiqad way ku xisaabtami jireen nin culimmadii ka mid a salafka oo waqtigiisa ilaashanaya ayaa nin damcay jidka inuu la istaago maala yacni hadala u sheego dadka daqiiqadaha badan baa kaga lumaa taleefan labaatan daqiiqo mid kale toban daqiiqo mid kale labaatan daqiiqo maalintii shan saac lix saacasaa ku lumaysa markaasu wuxuu yidhi kelimad baan rabaa inaan kuu sheego iska macno daraa markaasuu yidhi waay bilqoraxda jooji macnaa qoraxda way socotaa waqti baa igu socda ma kuu istaagi kari way waqtina kuma lumin karo nebigeenna calayhi salaatu wasalaam subaxdii marka uu salaada tukado ducooyinkiisa waxaa ka mid ahaa allaahuma innii as'aluka khayra hada alyowm wafathahu wanasrahu wabarakatahu wanuurahu wahudaahu fiiri maalinta ilaahu ii barakay bu lee nebigu calayhi salaatu wasalaam barakadiisa iyo iftiinkiisa iyo nuurkiisa baan maalintaa cusub ilaahu ku weydiisanaya xaaskiisa oo subaxdii tasbiixsanaysa ayuu nebigu calayhi salaam ka baxay kadibna wuu soo noqday barqadii markay ahayd oo duxadii ay ahayd iyadoo weli meeshii fadhida oo tasbiixsanaysa darsi baa gabdhaha ugu sugan arrinkaa darsi weyn xadiiska u fiirso meeshay ku tukatay iyadoo fadhidaha buu tegey iyadoo weli fadhida barqadii buu soo noqday duxadii markaasuu yidhi sidii aan kaaga tegay miyaad ilaahay u xusaysay markaasay tidhi haa markaasuu yidhi anigu afar kelmadood baan idhi oo ii koobaya intaad maantoo dhan aad lahayd subxaana allaahi wa bixamdihi cadada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata carshihi wa midaada kalimaati intuu ilaahay ku tasbiixsaday bal fiiri nebigu calayhi salaatu wasalaam cadada khalqihi khalqiga ilaahay miyaa tirin kara ya zinata carshihi wa midaada kalimaati ilaahay subxaanahu wa tacaala midaad kalimaadkiisa uu ku qoro ma dhammaadaan sabcatu abxurin min bacdiha sabcatu abxurin hadday tahay maa nafidat kalimaatu llah kalimaadka ilahay ma dhammaanayaan idan waxaa la rabaa waqtiga qualitygiisa waqtiga sida aad uga faa'iidaysan karto u fiican inaad u kala hormariso weeye taasi xadiiska nebigu tilmaamaya walaalayaal waqtigu cimrigaaga weeye cimrigaaga weeye dad badan baa waxaad odhanaysaa masalan waniga hohede sanadkan maxaad cilmi kororsatay koorsooyin ma qaadatay jaamacad ma gashay cilmi ma kororsatay wuxuu ku leeyahay maya shaqo cusub ma qabatay maya ehel ma siyaaratay waalid ma siyaaratay maya qaraabo iyo waxaas ma siyaaratay maya imise kitaab baad akhriday oo cusub maya oo maxaad qabatay wallaahi mashquul baan ahaa oo mashquul maxaad ku ahayd meel shaqaa tagtaa subaxdii waana ka soo noqotaa hal reer iyo laba ciyaalana waa haysaa
ماذا عندك من العمل؟ محوية عمل كلاد هيسا وقتي قال محوية وقتي هيسا وقتي ما هيسيدي وقتي وكبوحة بنق وقتي هذا هيسا لكن من إذا مسنت قانت قف كلام إذا وأديك أفر يلا بعتك ساعة هذا هيسطه هيا إسكول دي جنايا قرآن بوآخرنا يا ما ننتي إلى أفر جزء أم شن جزء كتاب عصب وآخرنا يا درس عصب وقاضنا يا شقدي سيقود كسيوراتنا يا ثري عرور بمامولا يا وحبو قرية جورنال بو حقوق قرية ما كتاب بو حقوق قرية انت صو محاضرة بو كقيم قرية تلفزيون إذا عد بو كقيم قرية شقوين كلنا وصوقة من يا أردير هذا وانا كل وقت أفر إلا واتنك هذا يستو هايستا كبضان ما يستو وانا سيحانا يا سبورتنا وآذية محاذي وكودي دي بكوس وحوهي وقتي آقا من إذا مسنت قانت وقتي وحيالها وكاقل مايو إنا جوجي سوي كو وحكاه وحيالها زمك هذا ينقو ينو كاني بني يردنا للربو إيه ويلك إيه هو يوين كبيني آدو في جنة دان تلفون نذا كم إذا آيفون نذا إيه وحلا ميت كاه إيه تلفون نذا با نوع الموبايل كنوع ذا با وقت يضو حيالها الدلوية حد هذا كنترولي أقون لكن هذا يساقو كنتروله وحد عيسى صلاة هذا كجرينا ترى هذا هلو ما هبل بس صلاة بان كجراي بل مركل يقول سعيلي صار صار دعيسة أما قف طواف كي كجرا هنا تلفون قفتو ياي طواف بان كجراي بل يقول سعيلي أو أديك ما تلفون كاكو حكومة مس تلفون كذا حكومة تسوى قضب حكم إذا إنترنت ويب سايت كانجل ويب سايت كانجل هبل سانوير هبل سانوير هبل سانوير هبل سانوير قف كاسو كتاب قرآن ما أنت جزء كذي ما أخرين لكن لو تم ويب سايت وحيل قصة شيء هبل سانوير هبل سانوير هبل سانوير هبل سانوير كاسو دلي كاسونا كاسو قرعي كاسونا كاسو كبحي كاسونا كاسو كبحي حفظ سيني هاي ما أنت وقت لو سواي طبعا دقيقة سي نص ساعة سي وقت معين أقوي هيسكجل من وقتك وحكم إذا تي في جا يوتيوب كا يا مالها ما ركتي يا وحيالها السوشيال ميديا فيسبوك واتساب كا وحيالها عصبة صباحي حيالها صرنا حد هذا كنترولي أقون أو وقت جا هذا ثمين كا هذا أقيبين والخسارة إسا إن الإنسان اللي في خسر بقود عيس عن عمره فيما أفناه بقود عيس عن شبابه فيما أبلاه بقود عيس عن قصة ختمة يا ولا ريال وقت جا الصبح دي انت هذا وحبب قبنا وأنا أتكلم قي بساعة إبادة هذه القرآن كي الدين هذه صلاة هذا محي لنا إسا قرابة هذه والد كم حوي لنا يا علم كررت محوي لنا يا شقد هذه محي لنا إسا يقود كاجي إيه وحي الله لما ده هذا سأو كلا قي بساعة كيف فكرته وات كنترول كريسا وادنا حسابنا إسا إلهنا سبحانه وتعالى أكتيس واحد يعكرت وحبضا إن يكون قب صومان هديك لا خسارة قصقنا نيسا وقت جه هلا قف إذا استن ليه إلهي سبحانه وتعالى وإنك لا حساب تما يا وأنا عمري جاني أنت أذن وش هاي أنا عمري جا جوي هاي عباده إيه وأنا جن كبوحي وح آخرة آد كفر حدنا كبوحي تسبيح ذي استغفارتنا وبدي والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله نوافع إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كل وقتك مركا ورسول يرى الله واتنا واتنا طوال لك سير لكي مركا وحان شيئي ربي انتي سبدا مش شيئي aan tagalana waxa ka cudur daaran culimada waaweyn oo culimada Soomaali ugu waaweynayd ahayd baa lay daba dhigay oo mowduucina way si xab qaadeen baan umaleynaya aan sida uu walaalku sheegay waxaan wax yar ka oran doonaa shabaab aan qadiyad lahayn shabaab waa dhalinyaro erayga dhalinyarada talo waa daadee ruuxa dhalinyaro hadda waxa ragga qaar baa farxi iyo gabdhaha iyo maanta halkaan sheego shabaabka شبابك وهذا شريعة طبعا كبلا وتأفرتنا قاريس مركارو وكثيرة حالات وهي كلك عصنت أيضا وحويا وح كه سيرة طفولة اللي إلى هذا مرحلة كلو كهولة اللي إلى ها كحكتو كهولة وحويا وح كبلا وتها كوي أفرتن إلى كونتون وهي كذا بيا كونتون يكو إلى كسيدا بيا isaga waxa la yeeshay xuqa oo waa gabow iyo weynaansho weeyaan waxa la yiraahdo in geerid iyo wafaad ba ka dambeeyo wax kale kama dambeeyo aan ereygan shabaab marka macnaheedu wuxuu ku tusayaa baa la yiraahdo laba macno oo ah
النمو والقوة وحكر يهدنا أود له وحكر كرية أصعدة وهدنا أود له قفك مركا مركا وكرية أود نلية حق نلية هاي ومراحشة ومريا مدة وقف اللي بدن وقف عن وقوة ناكسن وقيمة بدن قفك وصو مرويا كيف كذا بقى مروا عرور أو نف ملك عن تعلقها يا تصرفات ملك وحبا مقرنيو مر الدق ويانا وقبو بيو تبر يدعبا وحبا دانو سمين لها كقاب السي سادرت با دطفر بدن او ددكا قبايقا تريا ايو ددكا هالس ابور كليه وحي مرر بدن كش اللي تودان وحي صور نافي نشا عير وكيلها هدي ايضا اللي يرنمو هال مالين ايسو نقول لها وحان او قوار ربي لها او دي تنمد وحي يقصة ميسي سيد او دي تنمد او اي اعان سيري سي اي نبتا اي رفاد سيان وشا كين لها نصو مالي اه او هذا الله مرر بدن مقشين ساقنا قبايقا تريا وحا كمدها erayadii u yiri labood buu dhala sici ninkii ilaahi ka seexday laantaad hortii waaba taa laamadoodsi lehe nin yaraan ku loo faray wuxuu lumiyay raacday yaani waad maqasheen ninkii seexday sici dibi dhala iyo nin yaraan ku loo faray wuxuu lumiyay raacyada laba eray ee Soomaalidu isticmaashay way ruuxu markuu yaani waxa weeyaan dhalinyarada aha wixii ka tagay ee dhaafay iyo in badan ka shalaytooda aan sidoo kale aan ninkii loo dhan jiray salaam carabay mar gabayadiisa waxa kamid aha inuu yidhi nin 20 buuxsaday adoon waa lagdamayaani hadaan anigu loo fari aqiin haatan loo labaye nin ciradu lamaanaha dhigto leyl yamaan ahay 62 baan dulmaray waana la hubaye lafta dhabarka la haadki dabciyo laafihi gacanta lubigayga xalay leyl ma ladin lubigayga xal leeyl madalid laadad iyo taahe waata la leebada indhaha aragu liitaaye liqliqad baan ahay sidii leha tabayleeda buuri yani waxa weeyaan wuxuu ka isaguna ka hadlaya dibka yani duqnimadu ay geysay iyo suu tabaryar yahay iyo suu ahaan jiray iyo wuxuu ku loo fari jiray markii uu yaraa waxa dhaafay buu ka hadlaya een walaalayaal dhalinyaranimada waa marxalada dahabka ah ee qaaliga ee qofku uu soo maro ee wax loo dhiga aan la arkayn marnaba saa darteed ayaa waxa weeyaan anbiyaada waxa ay ku soo bixi jireen xilli intooda badan xuduudu 40 ah oo dhalinyaranima Ilaahay subhanahu wa ta'ala nabiyullah ibrahim markuu ka sheekeynay baa wuxuu yiri qaaluu sami'na fatan yadhkuruhum fatan ibn kathir wuxuu ku fasiray inuu dhalinyaro yahay dhalinyaro inuu yahay sidoo kale nabi yusuf alayhi salaam isagoo yar ilaa dhalinyaranimadiisa wuxuu yaani waxa weeyaan siduu u sabray dibkii iyo uu ilaahay ugu leexday ee waxa weeyaan diinta ugu dadaalayay ee uu xoog galahay uu wasiirka noqday uu dawladdii maaragtay masar uu wax badan u qabay intuu dhalinyaranimada ahaa ayay iyaduna ahayd nabiga alayhi salaatu wasalaam nabi maxamed dhalinyaranimadiisa ilaa weynankiisa ayaa waxa weeyaan isagoo dhalinyaro ayaa lagu bilaabay imtixaanka waana ku sabray waana ku adkaystay wuxuu soo marayna waad garanaysaan dhalinyarada markuu nabigu ahaa calayhi salaatu wasalaam sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam dhalinyarada aad buu nabigu u siin jiray ihtimaam sidaan idiin sheegay dhalinyaranimadu waxay ka bilaabataabaan idin idhi 15 ilaa 40 sooma abubakar waxaa la yidhaahdaa 37 ahaa markii nabiga risaalada uu soo dejin jiray asharatul mubashirin intooda kalena abubakar waa ka daayaraayeen ilaa yaani waxa weeyaan mid mooyaane marka u fiirso yaani dhalinyaray ahaayeen marka aan yaani taariif ka qaadano shababu sahaba nabiga calayhi salaatu wasalaam sida usama bin usayd xaadithatul ifki markay reerkiisa ku dhacday isagoo nin dhalinyaro ah usama bin usayd ayuu nabigu u yeedhay uu la tashanay sidoo kale yaani waxa weyn abdullah ibn zubayr wuxuu u qaabilsanaa kurayga yaryar mubaayacadooda inay la mubaayacoodaan nabiga ayuu u qaabilay mus'ab bin umayr oo nin yaroo dhalinyaro ah safiir al safiirul awwal fi lislaam safiirkii ugu horreeyay ee islaamku dirsada buu ahaa nin dhalinyarana wuu ahaa yani nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay leeyihiin saxaabada nabigaanu u tagnay annagoo dhalinyaro ah markaasaanu la joogi jiray oonu ka dhagaysan jiray wax islaamku marka dhalinyaranimada ihtimaamka uu siiyey ayaad arkaysaa walaalayaal nabigu waa ka soo dhalinyarada la hadlayay yaa macshara shabaab dhalinyaradiyo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay yaa qulaam wiilka yarow
اتق الله يا غلام احفظ الله يحفظ يا غلام سم الله نبي عليه الصلاة والسلام سوء الله الله يولو خادم يددك اللي يرضى وهذا رأيته ولا الليال الشباب بلا قضية ننت اللي يرى أو أن لهين مال وأصعده يا مال وأجهده يا مال وكجهده منا أنقرنين قف كاسي وقف أنشرين أنشوغين يعني هم مال قم مال مال وأصعده ما يقانو آيانا مالها وحال لقوة الشباب بلا قضية ننت اللي يرى أهان لهين هدف وأصعده وح وتارجده ليه هاي مال وأنا واحد اللي يرتم ما أنت شوكت أنتوا هذا بدن هاي ستوي يعني قفكو ما يقانو مش وكذا يا مش وكذا منا ما يقانو قالس يا ما أنت وح هيكسنا يا متشان ولا يا هاي وان قاريا متشان صدرت يا مرك هذا اللي يرى الله هذا شو أتي راه ذا محاد ما عنده هاي أت أديك أو أت وتشعل نين كان إنه نقول دارن إنه مدة أصابة حيا أو هجامية يا مواعيد يا نين دتك وحطها نقول دارنا أي مرك هذا أكت واحد أرك يسار نين كي أوقف إسكام مدرنا كمدة جيسنا يو وحم ما أنت عطت راه ذا محوي هاي في يوتشر كاو محاد ما عنده هاي نقول تقول حلو هاي وحن نقول يا إنا نقول نين لاعبة إن الباسكتبول كلاعب كن نقدان ربا إن كوبدة عقدة يسوكر كلاعب كن نقدان ربا وتارجت كيسة يعني واحد ويان قارنا واحد بكليه وحان ربا إن واحد برتقى عن شقف عن هلو عن قرف عن هلو توافى بير الله that's it يعني إن نلول في عن هسه هلو قفكم مرك هدوب النلول في عن وعنتي وحنا وكف كريو ورير سيح صوبته محيطه ولا ليال يعني وح وين قفك إنه أنه ولا هذا إنه وحنا أنه لف في عن هلا عقل ما هو أنا روح بابا قفك وإنه أنه ولا هذا إنه وحنفعه آخر دي سأنفعه أدون كيس سأنفعه ميل وقاره إنه قفك أنه ولا هذا أي وح وين لو بهي وقت قيل يصير تو دقيقوها ولا ماضي موضوعنا ما أنا تابنن لكن وح وين ولا ليال قفك اللي يرضى waxaa laga rabaa inuu target iyo hadaf iyo gool u yeesho oo meel target gareeyay waana waxa maanta uu qaalisanay ummadii haysto nin dhalinyaro ah waxa lagu miisaaliyay oo aan hadaf lahayn iyo gabadh dhalinyaro ah marka nin leeyahay gabadhina way ku jirtaa meesha waxa lagu miisaaliyay wadan dhan oo dhisan oo hub lahayn iyo wax daafacato oo cidii rabta intay u timaada say rabta ay ka yeeli qofka dhalinyarada haduuna gool iyo meel higsad una lahayn uu u socdo waxa mar walba uu imanaya qof tuufsada waxaad arkaysaa hadda dad fara badan waxa la sheegay in nin haysta 300 credit 300 oo credit macal PhD way ka badan tahay maxaa ku dhacay ninkan 300 credits bu college ka haysta even 2 years associate degree ama ba haystaba oo maxaa dhacay waxaa dhacay oo dibka keenay he doesn't know where he's going asla meeshu u socdo ma yaqaano just wuxuu iskoolka umbu aada galaas buu isku qoraa dhinacaanu isku qoraa dhinacaanu isku qoraa marka waxa weeyaan liyaradu ha isku daydo inay gool yeelato war madaxtinimo inaad noqoto madaxweyne ku fasir inaad imaam noqoto ku fasir inaad caalim noqoto ku dadaal inaad dhaqtar noqoto yaani hadaf yeelo oo gool yeelo meeshana ha ka leexleexan هكله لحن على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم جوان كاجا أي واحد ما جنت هاي بي واحد ربط يهكسد كاجو كوجو إيمانيا ضدك الشرف الربا أنت وشرف رب الشرف يا شا كي أن شرف ربنا هوس بود عبارك الله فيكم أدب ليسوا يجي وقت يروي لكن يعني واحد ويان واحد يهيد إلا يسوي ربديس سلام عليكم